الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في باب جديد من أبواب الفقه الإسلامي، وهو باب الزكاة. الزكاة وأحكامها في الفقه الإسلامي، وهو باب مهم، ولكنه مهمل جدا في الواقع المعاش، حيث إن كثيرا من الناس لا يسألون عن فقه الزكاة، حتى إن الذين يخرجون الزكاة يخرجونها من غير فقه، والأكثر منهم من لا يخرج أصلا ولا يسأل عنها، وقد يجهل فرضيتها ولا يزعم الله تعالى، وكأنه لا يعرف من دين الله إلا الصلاة. ولكن على أي حال، يجب على المسلم أن يعرف فقه هذا الباب، لأنه فقه يتعلق بالعبادة، يعني الجانب العبادي والجانب المالي، فهي عبادة تجمع بين العبادتين كالحج. عبادة كونها عبادة يعني أنها ركن من أركان الإسلام، وكونها تتعلق بالمال، وكذلك الحج عبادة بدنية وعبادة مالية. وكونها عبادة بمعنى أن الإنسان لابد أن يخرجها بنية، كما سيأتي تفصيل ذلك. ولنبدأ أولا بتعريف الزكاة لغة واصطلاحا عند الفقهاء. طبعا في اللغة، الزكاة بمعنى النماء والطهارة والبركة والتطهير. زكى الشيء بمعنى زاد ونمى. انظر، مع أنها أخذ مال من مال، ولكنها زيادة ونماء، لأن الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومن ثم أطلق عليها القرآن الكريم الصدقة في كثير من المواضع. أطلق لفظ الزكاة في القرآن 30 مرة، 27 مرة منها مقرونة بالصلاة، وذكرها 3 مرات مفردة، وذكرها باسم الصدقة 12 مرة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسماها صدقة لأنها من الصدق،
من الصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والزكاة والصدقة برهان، أي برهان على الإيمان. فمن صدق بالموت والبعث والحساب والعقاب والجنة والنار استعد للقاء الله تعالى بأداء الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فالصدقة برهان على التصديق. ولذلك القرآن يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله تعالى أعطاك مالا ووعدك بالخلف إن تصدقت منه أو زكيت، فأنت موقن بذلك، صدقت بما قال الله وترجمت عن هذا التصديق بالفعل، أخرجت فعلا أعطى واتقى وصدق، صدق بالحسنى أي صدق. والحسنى هنا هي الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي الجنة والزيادة هي نظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمزكي مصدق بما قال الله، ولذلك يقول العلماء في الحكم: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، أي من أيقن بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمؤمن موقن ومصدق بأنه إن أخرج هذا الجزء الواجب من المال أعطاه الله تعالى أكثر منه، لا أقول مثله وإنما أكثر منه، لأن الله هو الجواد وخالق الجود، هو الكريم وخالق الكرم. فأعطاهم المال وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ومع ذلك وعدهم بالخلف من عنده سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. لكن المؤمن يعلم، يعلم أن لله خزائن السماوات والأرض، ويصدق بذلك وينفق وهو موقن بأن الله سيخلفه سبحانه وتعالى. هذا التعليل لما سميت الصدقة صدقة. لربما واحد يفهم وهو يقرأ القرآن ويقول إن المراد بالصدقة صدقة التطوع، لا لا، إنما هي سماها القرآن زكاة من النماء والزيادة، وسماها صدقة لأنها برهان على صدق الإيمان، برهان على صدق الإيمان. ومن ثم الصحابة رضي الله عنهم مع قوة اليقين كان الواحد منهم يخرج من ماله كله كسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو يخرج من نصف ماله، وهم كثيرون من الصحابة في تراجمهم يقول: وقد شاطر الله تعالى في ماله مرتين، ثلاث مرات، يعني قسم ماله نصفين ودفعه في سبيل الله، لأنه موقن ومصدق بأن الله تعالى سيعطيه أكثر مما أنفق رضوان الله تعالى عليه، ورزقنا الابتداء بهم إن شاء الله. أما في اصطلاح الفقهاء فهو مال جزء مخصوص من مال مخصوص ينفق في جهة مخصوصة لأناس مخصوصين. مال مخصوص يعني الربع، ربع العشر أو نصف العشر أو العشر على حسب نوعية المال،
من مال مخصوص. طبعا شروط المال المزكى له شروط كثيرة برضو لا بد من معرفتها. يصرف لأناس مخصوصين، يصرف لأناس مخصوصين حددهم القرآن، المصارف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية. هو جزء مخصوص في مال مخصوص يعطى لأناس مخصوصين، هذا معنى الزكاة في اصطلاح الفقهاء. يعني ليس كل مال فيه زكاة، وليس كل المال يساوي بعضه، لا، وإنما زكاة الماشية غير زكاة الزروع، غير زكاة عروض التجارة، كل شيء يختلف. زكاة الأنعام لها أحكامها الخاصة ولها نصابها الخاص، وهكذا. هذه معنى مال مخصوص، جزء مخصوص يخرج من مال مخصوص ينفق أو يعطى لأناس مخصوصين. وقد فرض الله الزكاة أولا في مكة، في العهد المكي نزلت آيات الزكاة مقرونة بالصلاة، ولكن على وجه الإجمال الإطلاق والإجمال يقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، في حق المال، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هو حق مطلق، يعني كان مفروضا في مكة، ولكن على حسب يعني أريحية الرجل الغني، قد يعطي قليلا وقد يعطي كثيرا على حسب جود نفسه، لأنه لا يوجد تحديد معلوم للشيء المخرج، فكان كل واحد يعني يخرج الزكاة على حسب ما تسمح نفسه، لكن لابد أن يخرج. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فكلمة معلوم هنا معلوم عند المزكي، يعني جزء فرضه على نفسه يخرجه كل عام، لكن ليس محددا بنصاب معين، لأن التحديد كان في المدينة المنورة، كان في المدينة المنورة، قيل سنة 5 وقيل سنة 9 وقيل سنة 10، حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أنصبة الزكاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا رد على من ينكرون السنة ويقولون نحن القرآنيون. نقول لهم: كيف تعرفون أنصبة الزكاة من القرآن؟ إذن فأنتم مهرجون. الذي يقول نحن قرآنيون فقط ولا داعي للسنة، هذا مهرج يريد أن يعيش عيشة الهمج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه وهو السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال: وأنزلنا عليك الذكر، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكمة بإجماع العلماء هي السنة، فالذي ينكر السنة كافر وملحد وخارج ومرتد عن الإسلام.
فأنصبة الزكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة على سبيل الإلزام، يعني من أخرج أقل منها لا يقبل منه، من أخرج زيادة لكن يعتقد أن الفرض ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن زكاة ربع العشر مثلا في عروض التجارة أو زكاة النقدين، لو أخرج مثلا نصف العشر يعني أنه يزيد للتطوع، فنقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن لا تعتقد أن الزكاة المفروضة نصف العشر، لا، الزكاة ربع العشر. إن قلت أنا أخرج نصف العشر نقول لك الربع الآخر صدقة، يعني أنك تثاب عليه ثواب الصدقة وليس ثواب الواجب. فرق بين ثواب الواجب وثواب الصدقة في التطوع في كل شيء، في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي كل شيء. طبعا الفرض هذا فرض واجب ولك ثواب الواجب، والسنة سنة ولك ثواب السنة، وهكذا. لكن لا يجوز أن يزيد على نية الفرضية. ومن ثم جاء الوعيد، جاء الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة على من منع زكاة المال ولم يؤدها، لأنها حددت فلا تجوز المخالفة. طبعا هناك عقوبات أخروية، يقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن سنة 9: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عقوبة أخروية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له صفائح من حديد فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. والعياذ بالله، يعني أن المال كله مال الرجل يصفح صفائح، يعني يتعامل زي الفلوس، والعياذ بالله، فيحمى عليه في نار جهنم زي ما احنا بنحمي كده في المكوى، فيكوى بها ايه؟ جنبه وجبينه وظهره، الأماكن الثلاثة دول. قالوا ليه حدد الثلاثة دول؟ قال لأنه إذا جاءه السائل يسأله عن الزكاة قال أعرض عنه بوجهه، فإذا اقترب منه أعطاه جنبه، فإذا وصل إليه أعطاه ظهره. هذه معنى تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. جباه معروف جبه، جباههم وجنوبهم جبه وظهر، لأنه أعرض بالجهاد الثلاث، أعرض عن الفقير بالجهاد الثلاث،
ومن ثم استحق ايه؟ استحق هذه العقوبة، وهي الكي بالمال، الكي بالمال. وانظر إلى العقوبة التي تنتظره، بشرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بشره على سبيل التهكم، زي فبشرهم بعذاب أليم والعياذ بالله. في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتين، يعني شدقين، يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات. انظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما شرح هناك الآية في سورة التوبة كذلك شرحها أيضا في سورة البقرة، يعني أنه أن المال يأتي في صورة ثعبان، الشجاع هو الثعبان، شجاع أقرع يعني ما في الشعر على رأسه. شجاعا أقرع، له زبيبتان يعني له شيئان بجوار فمه لونهما أسود، له زبيبتان لازم، وده طبعا لكثرة سمه، لكثرة سمه. يأخذ بلهزمتيه يعني يأخذ بشقي فمه، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقي، ويقول له ايه؟ أنا مالك أنا كنزك. أظن أنواع من العذاب متعددة متعددة. وصاحب الإبل والبقر بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك: ما من صاحب بقر ولا غنم لم يؤد زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة فتطأه بأصلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك في الإبل قال: تطأه بأخفافها. انظر، انظر إلى هذا العذاب الأليم الشديد، يعني كأنه يطبح على الأرض. وفي روايات في الحديث كثير في البخاري قال: كلما أتى عليه آخرها رجع عليه أولها، يعني أنه منبطح، والبهائم من البقر والغنم والإبل تذهب وتجيء عليه، كلما جاء عليها آخرها رجع عليها أولها، حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انظر إلى هذا العذاب الشديد، كل نوع من المال يعذب صاحبه، هكذا هكذا حكم الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الله تعالى يعني من يسره وتيسيره يعني أمرك بشيء مقدور عليه. فالأمم السابقة كانت الزكاة نصف المال 50%، لكن هنا أعلى نسبة في الزكاة 10 العشر، ويعني فيما ليس فيه كلفة، يعني شيء ينزل من السماء يسقي لك الزرع وأنت نائم في البيت فقط في هذه
في هذا الصنف من المال قال عليك العشر عشان لا تعب ولا مشقة. أنت رميت البذرة وتوكلت على الله والله تعالى هو الذي يسقي، يقول لك هات العشر، لكن الذي تسقيه بنفسك قال النصف العشر. انظر إلى هذه الاعتبارات والتخفيف من الله سبحانه وتعالى على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله. نأتي في زكاة المال ربع العشر، أمر ميسور. ثم إن هذا يعني شيء تدفعه وغدا تنتظر الخلف، وذلك وارد في السنن أن المولى تبارك وتعالى قال فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: يا ابن آدم أنفق من كنزك عندي لا غرق ولا حرق ولا سرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. انظر إلى 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 ضمان المولى تبارك وتعالى. كلمة كنز العلماء قالوا كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز. كنز يعني يعذب به صاحبه، ذلك الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني يجمعونها من غير أن يخرجوا حق الله منها. ولذلك قال يا ابن آدم أفرغ من كنزك عندي، عندي يعني عند الفقراء والمساكين. سبحان الله. ليه؟ لأن الحكمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، بقدر الذي يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء بما جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. انظر إلى قوله تعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء. يفهم منه قوله صلى الله عليه وسلم هناك: ما جاع فقير إلا بشح غني، يعني كل الفقراء نصيبهم عند الأغنياء. طبق هذا المبدأ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في سنتين وشهرين تقريبا، طبق هذا المبدأ، كان يجمع من الأغنياء ويعطي الفقراء، فلم يجد فقيرا بعد ذلك. كان يخرج المنادين ينادون: أين الفقراء؟ أين المساكين؟ أين العبيد للعتق؟ أين الغارمون تسدد ديونهم؟ حتى قال بعد ذلك: أين العزاب نزوجهم؟ بعد ذلك كان يزوج العزاب. طبعا الشباب يقول: يا ربنا يرسل لنا سيدنا عمر بن عبد العزيز مره اخرى. هذه عداله الاسلام، عداله الاسلام لو طبقت لفاض المال كما قال الله: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذا وعد الله، وما أنفقتم من شيء فهو. لكن شوف العدالة، عدالة الله تعالى، عدالة الله تبارك وتعالى، هو المعطي وهو المخلف سبحانه وتعالى. لكن يعني ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني التفاوت في الفقر والغنى هذا ليخدم الناس بعضهم بعضا، الفقير يخدم الغني والغني يخدم الفقير وهكذا.
يعني لا تقل لماذا هذا التفاوت، لأن هذا التفاوت للحكمة الذي ذكرها الله ليعمر الكون، ليعمر الكون. فرضوا في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، والذي يصيب الفقراء من الجوع والعري والإجهاد إنما هو إيه؟ بسبب ما يصنع الأغنياء. ولذلك قال: ألا وإن الله سيحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. وشوف العذاب في الآخرة، انظر إلى العذاب في الدنيا أو العقوبة الدنيوية، هي عذاب لا شك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه العقوبة الدنيوية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. حديث الطبراني: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. ولذلك انظر أنواع التلف الحاصل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في حديث الإمام أحمد والبيهقي، حديث خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، منها الخصلة التي تخص الزكاة، قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني أن الله يحبس عنهم المطر مع احتياجهم إليه، ولولا البهائم لم يمطر. يعني أن الله يجعل السماء تمطر لأجل البهائم حتى ينبت العشب وترعى في المراعي. ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة. وحديث آخر أيضا عند الطبراني في الأوسط: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. فسره العلماء بتفسيرين. التفسير الأول أن من لم يخرج زكاة ماله أهلكت الصدقة، يعني الزكاة المال، لأنها مال حرام في مال حلال، لأنه حق الفقراء. الفقراء لهم عندك 2.5% أو 5% أو 10%، لم تخرجها فهي شر في المال. الحديث عند صاحب الترغيب والترهيب ذكره الحافظ المنذري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. أذهب عنه شره، لأن بقاء الزكاة في المال شر، سوف يهلك المال، سوف يهلك المال لا محالة. التفسير الثاني فسره الإمام أحمد، قال: من أخذ من الزكاة وهو غني ووضعه في ماله أهلكت الصدقة المال. ليه؟ لأنها مال حرام في مال حلال. يعني أن بعض الناس من الأغنياء يجد رجلا غنيا جدا أغنى منه يوزع زكاته 100 جنيه 200 جنيه، يجي واحد من الأغنياء يملك نصاب الزكاة ولا يحتاج إلى هذا المال، يقول له هات مرة واثنين وثلاثة، ما يقولوش طبعا أنا لست من المستحقين، لا، يأخذ ويضع في ماله. فهنا طبعا هذه الصدقة طبعا وقعت في غير موطنها. يعني الواجب على صاحب المال أن يسأله، يعني ما
بيوزعش كده. بعض الناس يوزع لكل الجالسين، يعني يذهب إلى أي مكان فيه فقراء كده، قد يكون هناك في وسطهم أغنياء، 10 10 20 20 50 50 100 100. ما الذي أعلمك أن هؤلاء يستحقون الزكاة؟ قد يكون في بينهم أغنياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني أن الصدقة إذا خلطت المال أهلكت المال. يبقى لا يجوز طبعا أن تبقى في المال ولا أن تضاف للمال لمن لا يستحقه. ولذلك حينما جاء شابان قويان وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطنا مما أعطاك الله يا رسول الله، يعني الزكاة، قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وفي رواية: ولا لقوي مكتسب. ذي مرة سوي يعني سوي الأعضاء، ذي قوة، أو صاحب يعني صنعة، قوي مكتسب يعني يقدر يشتغل. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أو لذي مرة سوي، يعني حرام. أنت غني واحد إلا خذ، لا لا يجوز. فوكلهما لضميرهم، يعني المفروض الغني موكول إلى ضميره، لكن المعطي يجب عليه أن يسأل هل هذا مسلم أو غير مسلم، هل هذا غني أو غير غني، يستحق أو لا يستحق. هذا معنى إيه؟ معنى الحديث. وإذا العقوبة الدنيوية لمانع الزكاة هي إتلاف المال، لكن العقوبة الشرعية من الحاكم، العقوبة الشرعية التي يطبقها الحاكم هي أخذ المال كرها ولو بقتال، يعني كما يأخذ الضريبة كرها كذلك يأخذ الزكاة كرها، لأن الزكاة هي الفريضة الوحيدة التي وجه الأمر بإقامتها للحاكم في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك من منع الزكاة أخذت منه كرها ولو بقتال، كما قاتل سيدنا أبو بكر الصديق مانعي الزكاة في حركة الردة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى سيدنا أبو بكر الخلافة، ارتد من ارتد من العرب وامتنعوا عن إعطاء الزكاة، فجمع سيدنا أبو بكر الصحابة واستشارهم وجيش الجيش واستعد للقتال، فجاء سيدنا أبو بكر وقال له: يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سيدنا عمر نظر إلى ظاهر الحديث، وسيدنا أبو بكر نظر إلى آخر الحديث، قالوا: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ بعدها: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ قال: إلا بحقها. قال: وهذا من حق لا إله إلا الله، إعطاء الزكاة من حق إيه؟ من حق لا إله إلا الله. ثم قال: والله حلف سيدنا أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتم على منعه، وفي رواية: لو منعوني عناقا
أناقا يعني عنزة صغيرة. انظر، والعقال يعني اللي بيوضع في رقبة البعير. لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. سيدنا عمر قال ايه؟ فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. لأن سيدنا أبو بكر خلاص حلف ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالعلماء قالوا برضو يعني أن من امتنع عن الزكاة تؤخذ منه كرها ولو بقتال. يعني تذهب الشرطة وتأخذ منه الزكاة قرها ولو بالضرب. ها؟ تمام؟ يعني عزمة من عزمات ربنا، وقال عليه الصلاة والسلام: من أعطيها، من أعطاها مؤتجرا فله أجر، ومن منعها أخذناها منه كرها، وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا لا يحل منها لمحمد ولا لآل محمد شيء صلى الله عليه وسلم. فإنا آخذوها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مال، يعني عقوبة له، نأخذها منه كرها ونأخذ نصف مال. طبعا يعني بعض العلماء كالعلامة الشيرازي قال هذا كان في أول الإسلام ونسخ، لكن طبعا الراجح أنه لم ينسخ، لأن لا دليل على النسخ، وإنما هي عقوبة لكل من امتنع من أداء حق الفقراء والمساكين. لكن يعني العلماء قالوا هذا موكول إلى الحاكم، يعني أن العقوبة السائدة عن الزكاة، يعني نأخذ الزكاة أولا، ربع العشر، نصف العشر، العشر، ثم نأخذ منه أي عقوبة مالية، نأخذ الثلث، نأخذ الربع، نأخذ النصف، عقوبة زيادة، يعني زي ما تقولي غرامة، غرامة الامتناع. فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. إلى هذا الحد، كل ده حماية لمين؟ لحق الفقراء والمساكين. مفيش إنصاف بعد هذا. هذا إنصاف الإسلام للضعيف، الفقير المسكين الذي لا حول له ولا قوة. وبعد هذا يعني بعد هذه العقوبات وبعد هذه الضمانات للأغنياء، أيمتنع أحد من الزكاة؟ كان في إحصائية في مصر ها هنا، 17 مليون غني في مصر لا يؤدون زكاة أموالهم. وهذا هو سر التفاوت المعيشي الحاصل الآن، تفاوت معيشي عجيب. أناس يبحثون في الزبالة يأكلون منها، وأناس مدخومون من المال، مش عارف يتحرك من المال. سبحان الله، لا يعرف ماذا عنده من المال. يعني قارب أن يكون مثل قارون، يعني عنده مليارات وبليارات، واحد لا يجد ثمن رغيف العيش يبحث. وأنتم ترون جميعا بعينكم أناس يبحثون في الزبالة يجمعون الخبز منها والأطعمة الزائدة من الأغنياء. إلى هذا الحد. وبعد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد، والعياذ بالله تعالى. فالعقوبة الشرعية هذه العقوبة، لكن لما غابت العقوبة الشرعية أخذنا الضرائب كرها، يعني يذهب مأمور الضرائب ويحاسب على الضرائب حساب الشحيح، لا يترك شيئا لا قليلا ولا كثيرا، وإن امتنع يعمل له تبديد محضر وسجن. سبحان الله، يعني أي الحقين أحق بذلك؟ حق الله، هذا حق الحاكم، وحق يعني حق العبد، يعني يرجع إليه بخدمات في المجتمع، يعني الغني يدفع الضرائب وترجع عليه بخدمات، لأن الضرائب هذه شرعية للإنفاق منها على المرافق العامة التي تخدم الجميع، الغني والفقير والكافر والمسلم والقوي والضعيف، لكن هذا حق الضعيف. إذا لابد من سلطان قاهر يأخذ هذا الحق قهرا وقسرا، وإلا فهو محاسب أمام الله عن الجائعين، يحاسب أمام الله لما لم يأخذ من الغني للفقير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث سيدنا معاذ إلى اليمن مصدقا ليأتي بالزكاة قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو الإيه؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ حين أرسله لليمن، كما روى ذلك الإمام البخاري، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وسيدنا معاذ هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة، يعني أنا الذي سأخذها منكم، يعني نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قاضيا في اليمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال له بما تحكم يا معاذ، حديث، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فبما، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل، أي ولا أقصر. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحق المالي عند الأغنياء المسؤول عنه أولا الغني، لأنه موكول إلى ضميره، والمسؤول عنه ثانيا الحاكم، يجب أن يعمل جهازا للزكاة، هذا الجهاز يسمى جهاز العاملين على الزكاة، جهاز أو نوع منهم يجمع ونوع يوزع، ولو طبق هذا في البلاد الإسلامية لوظف ملايين
من الشباب الذي لا يجد عملا ويأخذون رواتبهم من السكن، لأن العامل عليها من ضمن الأصناف الثمانية لا يكلف الحكومة شيئا. الراتب يأخذ حتى ولو كان غنيا، لأنه يأخذ بوصف العمل، لأنه في عمل شاق، في عمل شاق، يذهب كعامل الضرائب وأشد ويحاسب هذا وهذا وهذا وهذا. ثم والموزع كذلك يعمل حصر ودراسة للحالات الاجتماعية، يتعب، فهو يأخذ بوصفه موظفا، موظفا في بيت الزكاة. تصور أنت لو في كل قرية وفي كل نجرة وفي كل عزبة وفي كل مركز وفي كل محافظة وفي كل بلد من البلاد بيت للزكاة، انظر كم يحتاج من الموظفين والعمال حتى يؤدوا حق الله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين. فلما قصر الحاكم قصر الناس، وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على النفاق في الإيمان والعياذ بالله. قال سيدنا عبد الله بن مسعود في شأن مانع الزكاة، قال: ظهرت لهم الصلاة فقبلوها، يعني أدوها وصلوها، وخفيت لهم الزكاة فأكلوها، أولئك المنافقون، أولئك المنافقون. إذن فالذي لا يؤدي زكاة ماله منافق، وإن زعم أنه مؤمن. إذا كنت مؤمنا فأين أين أين البرهان في أداء الزكاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصدقة برهان، أي برهان على الإيمان، لأنها خفية، أي غني لا يدري أحد عنه هل أدى زكاة ماله أو لم يؤده، وممكن يكذب يقول أنا أخرج، لكن هذا كذب، لكن هي خفية على أي حال. الإنسان موكول فيها إلى ضميره أولا، فإذا لابد أن يؤديها طيبة بها نفسه. وانظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي تزكية بمعنى تطهير لنفس المزكي من الذنوب والآثام، لأن الذنب يمكث في القلب نكتة سوداء، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن زاد زاد، فإن نزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زاد حتى تعلو قلبه نكت. فذلك الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الران. فأخذ الزكاة من الغني تطهير له من هذا الران، ران الذنب، غطاء وسداد في القلب والعياذ بالله، شح. وتطهر المال من الشر، لأنه مال حرام ما زال باقيا في أصل المال، لابد من تطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، أي ادعو الله لهم، كما ورد في البخاري. سيدنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء
الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا معنى وصل عليه إن صلاتك سكن لهم، أي سكن وطمأنينة لنفوسهم، أي تنزل عليهم السكينة في قلوبهم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن ثم لا تؤخذ الزكاة من الكافر، لا تؤخذ الزكاة من الكافر إلا بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن من شرط الزكاة طبعا أنها لا تجب إلا على المسلم الحر البالغ العاقل الذي يملك النصاب، الذي يملك النصاب. فالكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة عند جمهور العلماء لكن لا تؤخذ منه كرها إلا إذا إيه؟ إلا إذا آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا تؤخذ منه إيه؟ لا تؤخذ منه الزكاة، وإنما تؤخذ من المسلم البالغ. الصبي فيه خلاف بين الفقهاء، الزكاة في مال الصبي والمجنون، فعند جمهور العلماء يخاطب بالزكاة وليهما، ولي الصبي وولي المجنون. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا زكاة على الصبي والمجنون إلا فيما ينمو من المال، يعني كالغنم والإبل والبقر والزرع وأموال التجارة. قال أما المال المحبوس أو الذي لا ينمو فهذا لا زكاة فيه، لكن الجمهور يقولون بوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، والمخاطب بهذا الولي. لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولم يفرق بين الصغير والكبير. لكن ممكن يعمل برأي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومن معه من العلماء في اليتامى الذين تحبس أموالهم في المجلس الحسبي. أحيانا المجلس الحسبي يأخذ أموال اليتامى عنده ويغلق عليه، فطبعا لو أدينا منها الزكاة تنتهي، كل عام نزكي تنتهي. ولذلك يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أحاديث يقوي بعضها بعض، إن كان في بعضها ضعف لكنها يقوي بعضها بعض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. اتجروا يعني تاجروا، في رواية من كان له يتيم فليتجر في ماله حتى لا تأكل الصدقة ماله. يبقى إذن المال يحتاج إلى تحريك حتى ينمو، حتى ينمو، لكن المال المحرس لا ينمو، فهو مال جامد، أموال متجمدة كما يقول إيه؟ كما يقول العلماء، أموال متجمدة. يبقى المال المتجمد طبعا لا نستطيع تخليصه من المجلس الحسن حتى يبلغ الايه؟
الصبي الرشد سن الرشد عندهم 19 او 21 سنه ده ممكن يحبس المال 20 سنه يعني ممكن الصبي ابن سنه يبقى المال هيحبس 20 سنه وهو عنده مثلا 100,000 في ال 20 سنه دي لما نيجي ناخذ منها الزكاه كل عام لما يجي ياخذها تلاقيها 70 مثلا يعني شيء كثير شيء كثير فطبعا يعمل براي الامام ابي حنيفه مثل هذا ولكن ينبغي لولي اليتيم ان يفكر له في عمل مشروع يدل عليه دخل قبل ان يدخل المجلس الحسن يعني يشتري له شقه او شقتين يؤجرهما او يشتري له مثلا قطعه ارض تنمو بنفسها حتى لا يموت المال ثم اذا بيع هذا المال الشقة أو الأرض يزكى لعام واحد يعني هذا هو حكم المال يعني المال اللي مال الصبي ومال المجنون كذلك هو المعتوه الذي لا عقل له وكذلك الذي لا يحسن التصرف يعني نقول عليه العبيط الذي فقد ايه يعني فقد الفهم والتمييز كذلك نحرك ماله حتى ايه حتى لا ينقص المال حتى لا تاكله ايه حتى لا تاكله زكاه ليه لان من شروط وجوب الزكاه في المال النماء ان يكون المال ناميا او معدا للنماء فالمال المتجمد ليس ناميا وليس معدا للنماء وإنما هو متجمد رصيد متجمد ومن ثم يعمل كما قلنا برأي الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أما من خلط مال اليتيم بماله ولم يحرسه فليخرج زكاة ماله مع زكاة مال اليتيم يعني يخرج عن نفسه ويخرج مع مال اليتيم ما هو خليط معه خليط معه بس بشرط طبعا بلوغ النصاب مش اي مال لابد ان يساوي 85 جرام ذهب عيار 21 عيار 21 وقيل عيار 24 قولا لو مال في بنك يطلع على راس المال والعائد ولا العائد بس؟ والله اموال البنوك العلماء قالوا يخرج على اصل المال اما الفوائد فيجب التخلص منها كلها ولو وصلت ملايين لان المال الخبيث لا يزكى ولا تجب فيه الزكاه بل يجب التخلص منه هذا الحكم في اموال البنوك هذا مال خبيث اصل المال دي فوائد ربوية خبيثة يجب التخلص منها توبة إلى الله ورجوعا إلى الله لأن الله قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يجب سحب المال من البنك ووضعه في مشروعات اقتصادية اشتري في شقة اشتري في قطعة أرض تنمو وتزداد حلالا طيبا مباركا فيه سبل التخلص من المال الخبيث نعم سبل التخلص من الخيرين مثلا هما العلماء قالوا فيها قولان المال الخبيث بعضهم قال يثقل في البحر يعني يربط حجر ويحطه في البحر حتى يصل الى القرار وهو يرمي براسه وبعض العلماء قال يوضع في المرافق العامه كالمستشفيات والمعاهد ودور العلم والانفاق والكباري الكهرباء المويه استدلوا بقصه سيدنا عمر رضي الله عنه لما امسك رجلا من المتسولين وتبين انه غني وكان معه طعام طبعا التسول حرام وما ياتي من التسول حرام ف
فأخذه منه سيدنا عمر كله وقال يا هذا خذه وألقيه بين إبل بين يدي إبل الصدقة، يعني بين يدي إبل الزكاة، يعني ضع هذا الطعام لإبل الزكاة حتى تأكله. فاستنبط العلماء من هذا أنه يوضع في مرفق عام، ممكن يوضع في دار الأيتام والملاجئ، يعني كل ذي أمور عامة ممكن. بس والقول القول الأول أحسن، القول الثاني أحسن. ربا الفضل هو الزيادة، هذا معنى يعني يتسلف 10 كيلو ده 11. وربا النسيان هو الصرف المؤخر، الصرف المؤخر، يعني فك منك 100 جنيه تديني منها 90 وتقول لي ارجع خد العشرة، ده ربا نسيان. انما الربا في النسيان، فالصرف لازم يدا بيد، لابد مناجزة تعطيني الصرف وانا اخذ منك الورقه المهنه. لو واحد شغال تاجر بياخد بضاعه من شخص معين كل شهر، طبعا معروف انه مثلا بضاعته مثلا ب 50,000 ب 20,000، وكل شهر بيبعت للتاجر ده مثلا فلوس، ازاي يحسب فلوسه اللي هي الزكاه؟ الزكاه؟ يعني كل شهر، كل مثلا كل شهر بيبعت له فلوس، فهو معهوش فلوس فارغه، تعتبر التجارة بتاعته شغالة بس معهوش فلوس. طبعا العلماء يا اخواننا قال من ضمن وعاء الزكاة الديون المضمونة، الديون المضمونة، لأن أنا ساعة أحسب رأس المال أحسبه وأطرح اللي علي منه، أنا علي تقول مثلا 10,000 أطرح وليا 100,000 بره، دي تبع وعاء الزكاة بتاعي أنا، فأخرج عنه حتى الديون دي أنا أخرج عنها الزكاة كل عام، يعني ليا 100,000 طلعت 2,500 في حوالي بعد حوالين الحوالي. وفي الألف كام؟ 25 25 جنيه 25 يعني المال اللي هو عند المدين المضمون كالذي في جيبه، احنا بنضم ده على ده. الانسان يحسب زكاة ماله هكذا، يحسب ما تحت يده وما هو عند الناس من الديون الحية اللي هي مضمونة الأداء، ثم يطرح ما عليه ويخرج الايه؟ ويخرج الزكاة. لكن الديون الميتة يعني صاحبها يضرب عنها صفحة أو نسيها سنة 2-3-4 دي تزكى لما تأتي، جاء منها 1,000 نخرج عنها الزكاة، جاء منها 100 جنيه نخرج عنها الزكاة، جاء منها 200 جنيه نخرج، وهكذا لغاية تخلص سنة واحدة للديون الميتة. لكن الحية تزكيها كما هي كأنها في جيب. لو دكان مقفول، دكان مقفول بس مقدر كد كده اهو، لا لا مأجره ولا بايع ولا أي حاجة، يطلع زكاة ازاي؟ لا ما تطلعش زكاة. طبعا اللي إيه؟ لو شقة مثلا اللي هي القنية دي، يعني أنا عندي دكان مقفول لكن ثمنه 100,000، ده لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. ده زكاة وزكاة المستغلات. يعني زي الشقة، زي الجراج، زي المحلات، اسمها زكاة المستغلات، يعني بمعنى أن يخرج على الريع الذي يأخذ منه على الإيجار، يخرج على ذلك. كذلك السيارات الأجرة والأتوبيسات، كل اللي عنده آلة يؤجرها على الريع وليس على الزاد، وكذلك الحمار اسمها زكاة المستغلات. إن شاء الله يكون لها درس خاص يعني بإذن الله بالتفصيل يعني. وكذلك المصالح، وكذلك المصالح على الانتاج الذي تنتجه، لكن الالات والعقارات اللي هي المبنيه دي طبعا تزكى عند الايه؟
عند البيع الشقق المملوكة، يعني بعد الشقق وأبيعها دي برضو تزكى عند البيع، تزكى عند البيع. رأي الإمام مالك رضي الله عنه المال المحتكر وصاحبه ينتظر به الغلاء وزيادة الأسعار يزكى عند بيعه ولو مكث أعواما، يبني عمارة ويبيع منها بالشقة أو الاثنين، كلما باع شقة أو اثنين يخرج زكاته. نعم. من يملك بضاعة مصنعة وسيولة فهل يخرج على البضاعة المصنعة كلها اللي عنده السيولة ولا السيولة ولما تتباع للصدر؟ هذه زكاة عروض التجارة. ويقوم بسعر اليوم، يقوم البضاعة بسعر اليوم ثم يضيف السيولة ويخرج الزكاة ويطرح الديون. ولا مستنى ما يبيع. نعم موجود. يعني يفصل المصنع والسيولة. أي سيدنا عمر أمر بتقويم عروض التجارة كالرجل يتاجر في الجلود وأمره أن يقومها ويخرج عنها زكاة المال من نصف المال. هل ينطبق ذلك على محلات البقالة مثلا؟ البقالة والصيدليات والمحلات السجاد وكل أنواع السجاد. كل ما فيش فرق. يقوم بسعر اليوم وتضاف السيولة وتطرح الديون وتضاف الديون المطلوبة ثم يأخذ الزكاة عن إيه؟ عن المال كله. يعني هكذا يكون الحساب. لكن مثلا في أساسيات تابعة للمحل زي الأرفف والثلاجات والموازين والسيارات اللي هي تنقل للمحل من وإليه، كل هذا لا زكاة فيه.